في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقعت القافلة الطبية الكشف على نحو 1100 مواطن على مدار يومين بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية. وضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة، وذلك بجانب خدمة الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية. كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.